مش بس الفنانة، هي إنسان. يعني إحنا النهاردة في مأزق، الإنسانية في مأزق كبير. يعني في أي حد، والفنان إيه لو مش إنسان؟ خلاص مش لازم، هو لو مش كلامه، لو يقوله بكلمته بطريقته، مش لازم يغني حاجة وطنية، مش لازم، بس يكون صادق في اللي بيعمله، بس يقول كلمة. عارفة الناس هناك مش مستنيين تبرعات، على قد ما هما شوفي أنت لو اتظلمتي محتاجة بس يقول كلمة حق فيك، حد ينصفك، حد يقول لا والله حرام، حد بس، ده اللي محتاجينه أكتر من تعويضات. التعويضات بتيجي بعدين لو جت، ما وجدتش مش مشكلة، بس الكلمة لازم نقول. عشان كده مهم نتكلم. الطقوس اللي بعملها هي بس عشان اهدى كده وانزل شويه وافصل واحضر، عشان انا اللي بعمله، كل اللي بعمله وانا على المسرح ان انا اكون حاضره، ان انا لما اغني حق. وعشان كده في دايما كلام مكتوب، عشان من كتر الحضور ممكن اغيب. عارفه فبنسى كلام، لا الكلام قدامي، وساعات بغير كلام، ساعات بشيل الكلام ده واحط كلام تاني عادي يعني. وعندي معايا موسيقيين في العادي عارفيني كويس جدا، وبيغيروا وبيلعبوا معايا. الطقوس بسيطة جدا يعني، لو هحط ميك اب، لو هلبس حاجة، اللبس بقى بيبقى حاجة بتجهز أسبوع قبل الحفلة، بجهز، بخيط، بطرز، بعمل كلها طقوس عشان بس اليوم ده أحضر. بس في أغنية معينة تحس إن هي ممكن تعبر عن المشهد؟ لو سألتيني السؤال ده من أسبوع ممكن كنت هرشح لك حاجة تانية، بس النهاردة عايزة أقول لا تصالح بتاع أمل دنقل. بجد ما كانش، ما عمري ما كنت أتخيل إنه في يوم ممكن أتكلم عن عدم الصلح. النهاردة بقيت مش متصالحة مع الكلمة دي. إيه؟ عندي ألبوم بسجله دلوقتي، ودايما اهتمام بالشعراء من العالم العربي والشعراء المعاصرين أكتر، وما أعرفش، ما بخططش، بس بشتغل، بسعى واشتغل دلوقتي على قصائد كده. وفي قصائد كتير طبعا عن كاتبينهم فلسطينيين، يعني كنت دايما بقول عندي شعراء من العالم كله إلا من فلسطين، فلقيت انه لا، في شعراء كتير فلسطينيين دلوقتي موجودين، منهم ابراهيم نصر الله مثلا اللي هو كتب للانتفاضه، وكتب لفرقه بلدنا، يعني هو اللي من احلى الاصوات يعني الشعريه. في طهريات، في طبعا محمود درويش، عمال بكتشف كده حاجات منه. بقول بكتشف عشان انا ما بغنيش حاجه مش جايه لي لوحدها كده، هي لازم تقولي تعالي ولا مش هفهم. بس في حاجات. شكرا.